الوعد، الموضعة، والإدراك. هلا أفسر كل وحدة منهم شو هو. أول شيء الوعد. الوعد هو يعني بطريقة أو أخرى هي السلوغان اللي كنا عم نحكي عنه، اللي هو أنتو كماركة شو عم توعدوا العالم، أوكي، إنه تعطون. أنتو عم توعدون براحة البال، عم توعدون بفرح، بحياة وإلى آخره، صح؟ هي الفيجن، مظبوط. هي الفيجن أو السلوغان. أوقات الفيجن والسلوغان بيكونوا ذات الشيء لهم، مظبوط، أوكي؟ فإذا نطلع هون شو هو الوعد اللي انتم عم تعطوه. تنقول المنتج طازج، عالي التقنية، مناسب، صادق، عضوي، سريع، اخضر، لذيذ، والى اخره. فينا نعمل كثير قصص، بس عم نحكي شو هي مثلا، هدول امثال اكيد. اوكي، جوا الوعد انا شو بقدر اعطيكم؟ انا اذا كنت مثلا بيع خضره، بتوقع ان الخضره تبعتي تكون طازجه وعضويه، صح؟ اذا انا مثلا ارمك، بتوقع انه خدمتي تكون سريعه. بيرجع نحكي عن الموضعه. الموضعه هي انا بالنسبه للكومبيتيشن تبعيتي، اوكي، بالنسبه للمنافس اللي عندي، وين انا؟ هل انا رح اعطي ذات الامثله اللي اعطيتها قبل؟ هل انا اسرع؟ يعني مثلا اذا انا رحت مع دي اتش ال ولا رحت مع فيدكس ولا رحت مع ارمكس، اي الاسرع؟ اوكي، فاذا هي الموضعه يعني البوزيشنينج. فاذا ما هو موضع ماركتك مقارنه مع الماركات المنافسه؟ اوكي، اذا انا عم بشتغل، اذا انا عندي كمان محل خضره، ايه، هل انا مضبوط الخضره تبعيتي عضويه بالنسبه للناس اللي بيقولوا انه هن عضويين ولكن ليسوا كذلك، والى اخره. ثاني شيء الادراك. الادراك هي كيف العالم بيشوفوكم انتو كماركة. الادراك هو كيف يراك عملاؤك. اذا انا بدي خضرة وانا بعتبر الخضرة تبعيتي طازجة، هل العملاء كمان بيشوفوني هيك ولا لا؟ هل العملاء بيشوفوني سريعة؟ يمكن انا العميل بده انه انا وصل له البضاعة بذات النهار، فاذا انا وصلت له اياها ثاني يوم على بكرة، يمكن انا بعتبر حالي سريعة بس هو منه شايفني سريعة. فاذا تنجح في مهنتك عندما يتراصف الوعد مع الموضع والادراك. فاذا وقت بيكون الوعد، اوكي، هو ايكوال متراصف مع الموضع ومتراصف مع الادراك، فاذا العالم عم بيشوفوكم مثل ما انتم بدكم توعدوا، العالم انه يشوفوكم، اوكي، والمنافسه عم بتشوفكم مثل ما انتم، محل ما انتم حاطين حالكم، ساعتها فيكم تقولوا انكم نجحتوا. كمان بدنا نعمل تمرين، دول احسن انتم تعملوهم بينكم وبين حالكم. ما هو الوعد الذي تقدمه؟ ما هو موقعك او موضعك في السوق مقارنه مع منافسيك؟ اوكي، وكيف ينظر اليك عملاؤك؟ واذا بتحسوا انه في وحده فارقه عن الثانيه، فاذا انا عملائي مثلا تنحكي عن البارد او عن الحقائب، اذا انا بعتبر حالي بمتناول الجميع ولكن بوجودها منيحة، يمكن العملاء تبعولي بيعتبروني أنا رخيصة وتوجودها منها كثير منيحة، فإذا هون أنا لازم أشتغل على كيف العملاء بيشوفوني، أوكي؟ أو أنا شو عم أقدم مضبوط كوعد.